لا يوجد أي تجاوزات سجلت ضد حزب الله لحد الآن ولا شيء. احنا كنا صارمين. أتكلم عن التجاوزات، احنا مبدأنا وأخلاقة العمل السياسي والعمل بأخلاق والعمل باحترام. نروح لك إلى أبعد من هذا، نحن ما نريده غدا نحن شركاء في خدمة المواطن. هذا البرلمان مش راح يصنعه حزب واحد، مش راح تصنعه شخص واحد أو اتجاه واحد. إذن لازم تجمعنا روابط تاع أخلاق وتكامل، لأنه المصلحة الأولى اللي راح نراعيها هي مصلحة المواطن. هذا اللي صوت منا واللي صوت منا في نهاية الأمر كلهم جزائريين، ولازمنا نقوم على مشاغلهم. أما بالنسبة لتطور الخطاب، أنا ما تبعتش هذا لأني راني في عملية ماراثونية. أنا ربما في موقع مريح جدا، لأنه أول خطاب لي كرئيس حزب وكواجهة لحزب، وأول رئيس حزب مارست مهمة داخل الحكومة. يعني لا يوجد في الجزائر رئيسة حزب كانت عندها كانت وزيرة ولا، هذه أول مرة.